ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا، كيفكم؟ الكرش ممكن يأثر على الدماغ؟ خليني أحكي لكم هالدراسة. دراسة جديدة قدمت دليل على ارتباط الزيادة في كتلة الجسم وخاصة الدهون حول البطن يعني الكرش بانخفاض في حجم الدماغ. هاي الأبحاث أكيد مش حاسمة بحسب باحثين في إحدى جامعات إنجلترا، بس الأكيد إنه انكماش الدماغ بيأثر على الذاكرة وبزيد من خطر الإصابة بالخرف. ومع تزايد الأبحاث اللي تربطنا بين فسيولوجية أمعائنا مع عمل دماغنا، أكيد لسه منتفاجأ لهلأ من إنه الدهون في الجسم ممكن تكون مرتبطة بالتأثير على الأدمغة كمان. المهم نعرف إنه مخاطر السمنة أكيد وتأثيرها على الصحة بشكل عام، بالتالي لازم نقرر اليوم نرتب حياتنا ونهتم أكثر بوزننا، لأنه القصة يا جماعة وصلت للدماغ.